مساء الخير في ناس بتحب تفضفض مع اي حد حتى لو كان حد غريب ما تعرفوش عشان كده تلاقي ناس بتفتح قلبها لحد راكب جنبها في القطر او في الطيارة ممكن تحكي ادق تفاصيل حياتها بعد ما الرحلة تخلص كل واحد بيروح في طريق صاحب الفضفضة بيحس ان هو ارتاح شال حمل تقيل كان على قلبه ما كانش عارف يرميه على مين فيحكي لحد مش هيشوفه تاني بدل ما يحكيه لحد قريب او صاحب ممكن يعايروا بيه في يوم من الايام ده اللي عملته سلوى بطل القصه حقيقيه النهارده لما حصلت بينها وبين جوزها مشاكل كتير قررت ان هي تفضفض مع حد غريب بس اتفاجئت ان الدنيا كلها اتقلبت عليها وان هي ورطت نفسها في مشاكل ملهاش اول من اخر طب مين الغريب اللي هي فضفضت معاه وايه اللي حصل بعد كده تعالوا نسمع الحكايه من الاول ونشوف سلوى بعتت تقول لنا ايه اسمي سلوى وعندي ستة وعشرين سنة اتخطبت وانا عندي واحد وعشرين سنة لابن عمتي رغم اني ما كنتش اعرفه خالص لانه كان عايش عمره كله في محافظة تانية مع العلم ان فرق السن بينا 17 سنة وانا معايا رسانس وهو مع ابتدائية وفي الاول اخويا كان مش موافق على الجوازة دي بس ابويا وامي كانوا موافقين فضلت مترددة حوالي شهر قلت اكيد ابويا وامي عارفين مصلحتي لقيت نفسي في النهايه مستريحه قلت لهم انا موافقه كنت فاكره ان انا هقعد معاه مره على الاقل من باب التعارف بس فوجئت بيه جاي هو واهله في اليوم اللي اتقدم فيه واتفقوا في القعده دي على كل حاجه من ذهب وعفش وكل تفاصيل الخطوبه وبعد كده قعد معايا وكان جايب لي شوكولاته واتكلم معايا بطريقه كويسه سالته عن سنه قال لي ان عنده 33 سنه بعدها بيومين عرفت انه كدب علي وعنده 37 بس انا كنت خلاص استلطفته ودخل قلبي وقلت لنفسي مش مهم يمكن ما رضيش يصدمني بسنه لحسن ارفضه ومش هتفرق الكام سنه دول طب بقول ايه يا سلو ما لفتش نظرك ان اللي يكذب في حاجه صغيره ممكن يكذب في حاجه كبيره بس تعالوا نكمل كل حاجه وقتها تمت بغير رضا اخويا الكبير بس انا حبيته حب عشق واتجوزنا بسرعه ودخلنا في بيت عيله وبعد الجواز حملت على طول وهو سافر تاني لشغله من بعد الولاده على طول ابتدت تظهر المشاكل اول مشكله حصلت كانت ايام الكورونا وامي ساعتها تعبت قوي كنت عايزه ازورها فقلت له في التليفون قال لي طيب شويه كده فانا افتكرت ان هو يقصد اني اروح لها كمان شويه ورحت عند امي اليوم ده لما اتصل بيا ولقاني هناك حلف عليا اني فضل ما ارجعش فضل مقاطعني ما بيكلمنيش شويه كتار وبعد كده نزل من السفر على العيد الكبير حماتي ساعتها سخنته وقالت له اني ما كنتش بساعد سلفتي في شغل البيت واني ما كنتش بمد ايدي في حاجه وعدت ايام العيد من غير ما يجي يسال علي ولا شاف بنته وبعد كده جيبتنا ساعتها فرحت جدا افتكرته جاي ياخدني اول ما شافني بقرب منه وعلى وشي فرحه كبيره راح باصص لي من فوق لتحت وقال لي انا مش جاي اخدك على فكره انا جاي اشوف البنت كانت الهدوم اللي هو لابسها مكويه ومغسوله وهو كانت علاقته بمرات اخوه قويه جدا وكان بيقدرها قوي دايما بيعمل لي بطريقه مش كويسه قدامها لدرجه انه كان بيقول لي انها احسن مني المهم ان انا اتغاظت منه بعد ما قال لي انا اصلا مش جاي ياخدك وبعد ما مشي قلت اه هو مش محتاجني في حاجه مرات اخوه غسل هدومه وكاويها له ومخليها مش محتاج حاجه فاهله سمعوا الكلام ده كبروا الموضوع وقالوا اني خط في شرفها وانا والله العظيم ما قصدتش كده خالص انا قصدت انها بتعمل شغل البيت ولغي وجودي وبس وبعدها حصلت قعده كبيره حصل صلح ورجعت البيت هو جوزي سافر كان خلاص اتغير معايا تماما ما بقاش يكلمني في التليفون بسبب شغله لحد ما في مره بنتي تعبت جدا جات لها نازله معويه حاده والله العظيم ما حدش من اهله كان بيطلع ولا يسال عليها ولا علي فكلمت الدكتور بتاعها وقال لي لازم تروحي تعلقي لها محاليل في المستشفى بسرعه لما اتصلت بجوزي وحكيت له قال لي ما تطلعيش من البيت انا هتصرف واخلي حد يجي يعلق لها محاليل في البيت. قمت من غيظي وخانقتي رميت التليفون في الحيطه، والتليفون اتكسر. لما جوزي عرف بدل ما يطيب خاطري بكلمتين قام قال لحماتي خدي التليفون منها. وعليا الطلاق ما تمسكه تاني. بصراحه يا سالي لما حماتي اخدت التليفون حسيت باهانه كبيره قوي. واللي اكتر ان جوزي ما بقاش يسال عليا خالص. كان بيتصل بامه عشان يسال على البنت. ويتكلم مع اهله بالساعات. بقيت قاعدة مرمية بين أربع حيطان لحد ما كنت هتجنن من الوحدة وفي مرة أبويا كان جاي يسأل علي ويسأل على بنتي قلت له لي تليفون معاك وبقيت أكلم أمي من وقت للتاني هي وبقيت إخواتي بس ما كنتش بحكي لحد عن مشاكلنا عشان ما بالهم عليا وما بالهم بيها وفضلت على الحال ده وجوايا وجع كبير نفسي أحكي لحد لحد ما افتكرت حد كان بيكلمني زمان قبل ما اتخطب كان حد عرفه من التليفون وبس ما اعرفوش على الحقيقه فشطاني وزني بسبب الوحده اللي انا فيها وبسبب ان جوزي سايبني مش بيسال فيا ان ارجع اكلمه تاني بس والله العظيم يا سالي كنت بحكي له اني بحب جوزي وهو مش بيسال فيا وكنت بساله المفروض اتصرف ازاي في اللي انا فيه ده هو عمري ما قلت له كلمة حرام أو كلمة وحشة كل الحكاية أني كنت بفضفض مع حد ما يعرفنيش وخلاص ولو جه في دماغكم أني بكذب فأنا ما كنتش مضطرة أصلا أن أبعت لكم أو أحكي المهم جوزي يعرف أن معايا تليفون من وراه راح نزل عمل بحث على الخط جاب كشف بالأرقام اللي كانت بتكلمني كلها وعرف أني كنت بكلم الشخص ده ساعتها قلبي وقع في رجلي من الخوف لما لقيته بيقول لي رقم مين ده؟ اترعبت قلت له ده رقم واحد خدت على موت جاب عمي شهدوا علي وقعد يقول البنت اللي هي مخلفاها دي مش بنتي فضل يضربني بكل جنون وانا متحمله وبقول بقول لنفسي انا غلطانه واستاهل لما اهلي عرفوا الموضوع قالوا له يطلقني فانا رفضت وفضلت اتحايل عليه لاني بحبه جدا وبموت فيه والله العظيم وقلت له اقسم بالله ما حصلش اي كلام غلط انا اصلا ما اعرفش الشخص ده في الحقيقه وعمري ما شفته وهو راسه والف سيف اني على علاقه مع الشخص ده من قبل الجواز واني خنته معاه فين وفين مع تدخلات ولاد الحلال وافق اني ارجع له بس فضل مش ناسي اللي حصل كل شوية ضرب وإهانة وشتيمة قصاد الجيران لدرجة إن في مرة كسر عليا أوضة النوم وخلاني أجري على السلالم حافية وخرجت من البيت بجري في الشارع بشعري سبت بنتي من كتر ما كنت هموت بعد يومين عرفت إن أمه جالها كورونا وأبويا راح جاب لي بنتي لأني كنت هتجنن عليها وهو جه من غير ميعاد كان عايز ياخدني كان لسه الضرب معلم في جسمي فرفضت اروح معاه ويا روحت لانه حماتي صحتها اتدهورت تعبت جامد جدا لحد ما توفت لما رحت انا ووالدتي نقوم بالواجب طردنا من البيت قدام الناس بطريقه مش كويسه خالص خلصت الكلام يا سالي عشان الموضوع كبير قوي اهلي رفعوا عليه قضيه نفقه تبديد منقولات عشان هو مش راضي يديني اي حاجه من هدومي وهو ولا فكر يسال عليا ولا على بنته مش عايز حتى يحل الموضوع باي طريقه انا بحبه يا سالي عارفه اني غلطانه بس اي حاجه عملتها كانت غصب عني معترفه بغلطي لكن هو مش معترف باي حاجه ودلوقتي هو معلقني ولا راضي يحل الموضوع برجوع او حتى بطلاق وصلت ناس كتير قوي وهو رافض اي كلام لدرجه اني ببعت له تسجيل بصوت بنته تقول له بحبك يا بابا وهو ما يردش طب بنته ذنبها ايه انه يحرمها من حنانه وابوته ويخليها عايشه كانها يتيمه مش عارفه اعمل ايه يا سالي ارفع عليه قضيه طلاق للضرر ولا اوسط حد تاني عشان يكلمه ونرجع قولوا لي اعمل ايه انا قاعده هنا عشان قولوا اعمل ايه لحد هنا خلصت رسالة سلوى رسالة بتعترف فيها ان هي غلطانه بس سؤالي هنا هو في غلطات ممكن تتغفر او نسامح فيها مجرد ان اللي قدامنا اعترف بيها ولا غلطه على غلطه تفرق طب بالنسبه بقى لتصرفات جوز سلوى اللي قعدت تحكيها مين المفروض يحاسبوا عليها؟ طب الموضوع بعد كل ده هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه ايه كمان؟ طب في امل انه يتحل ولا خلاص كده ما فيش امل؟ اسئله كتير قوي في حكايتك يا سلوى هنحاول نجاوب عليها استنونا بعد الفاصل. قصتنا النهارده عن سلوى اللي اتجوزت من ابن عمتها رغم انها ما كانتش تعرفه كويس، المهم اتجوزوا، خلفوا بنت وسافر بره عشان يشتغل، في ايام الكورونا مامت سلوى تعبت جدا كلمته هي عشان تزورها قال لها شوية كده هي افتكرت شوية كده يعني بالليل مثلا فزارت مامتها لما عرف قال لها خليكي عند أهلك وما ترجعيش بدأ بقى يسيبها بالشهور من غير ما يسأل عليها حتى بنته لما تعبت جات لها نازله معويه حاده الدكتور قال لسلوى لازم تروحي بسرعه تعلقي لها محاليل في المستشفى جوزها كلمها قال لها لا ما تروحيش هجيب لك حد في البيت عشان يعلق المحاليل في لحظه غيظ غضب كانت متعصبه سلوى رمت تليفونها كسرته قعدت محبوسه زي ما بيقولوا كده في البيت لوحدها بين اربع حيطان جوزها يتصل بمامته واهله بالساعات وما يعبرش مراته فسلوى خلت باباها يشتري لها موبايل تاني قررت انها تكلم واحد كانت تعرفه زمان قبل الجواز كلمته بس عشان تفضفض معاه جوزها لما رجع عارف موضوع كبر طبعا بقى في ضرب وشتيمه لحد ما هي البيت من كتر الضرب ودلوقتي سلوى متعلقه لا هي مطلقه ولا هي متجوزه بتقول انها بتحبه نفسها تبدا معاه صفحه جديده ومش عارفه تعمل ايه وعشان كده منورنا ومشرفانا النهارده دكتور امل محسن استشاري الصحه النفسيه عشان نشوف هنعمل ايه زيك دكتور امل ازيك يا يا مولي الحمد لله يا وحشتيني والله وانتي كمان جدا <applause> بحبك انا في القصص دي اه ايه رايك في القصه بتاعت النهارده القصه دي انا هبتدي معاكي من الاخر لا انا عايزه ابدا من الاول ليه بس عايزه اقول كده عشان هتسمعي مني حاجه عمرك في حياتك ما سمعتيها انا مستنيه حتى ما رضيتش اسالك قبل ما نصور صح أوه. بصي بقى م. انا عمري في حياتي يعني هي بتقول في الاخر هنعمل ايه انا عمري ما قلت لك طلاق صح اه عمري, عمري. وخصوصا ده انت المدمن بتديله فرصه الوحيده اللي ممكن تقولي هجرب يروح مصحه ونشوف لكن مم. في الحاله دي وخصوصا لو في اطفال بس في الحاله دي انا شايفه انه لازم يحصل طلاق ليه يا امل يمكن يرجعوا تاني ليه, ليه بقى يا امل ليه بقى نبتدي الحلقه من الاول يلا يا يلا لا انا موافقه يلا. آه بس ها. انا كان لازم اقول كده لانه فعلا القصه انا قريتها مره واتنين وتلاته في حاجات ليها علاقه بالثقافه والعقيده وشويه تفاصيل كده مش هينفع تتصلح بمعنى اولا انا سلوى صعبان عليا جدا جدا دي ضحيه ضحيه مجتمع وضحيه ظروف وضحيه ثقافه بصراحه ثقافه صفر مش عايزه اقول حاجه اتحاسب عليها بس من هو ثقافه يعني ايه لمين ثقافه مين مفيش ثقافه في الاهل ولا في ولا في واحده متعلمه يعني واحده متعلمه امم وعندها 21 سنه تتجوز واحد اكبر منها ب 17 سنه تخيلي ما تعرفوش مع انه ابن عمتها وهو ابتدائية اي شرع واي دين يعني ما هو الشرع والدين بيعلمونا التكافؤ يعني ده جواز عقل المفروض صح فجواز العقل ده بيتبني على منطق لازم يكون في تكافؤ ليه اخوها ما كانش موافق لان طبعا واضح الوحيد العائل في العيله دي اخوها اللي يكذب في سنه ويكذب في حاجات تانية؟ الاول جوزك بنت على عدم تكافؤ دي نمره واحد بس احنا مش دايما لا بنقول لازم لا تكافؤ في السن ولا تك... ولا تكافؤ مع فكره ممكن لو كان اكبر منها ب 20 سنه بس الاثنين متعلمين كانت ممكن الدنيا تمشي بس احيانا الجوازات دي بتنجح لو في قريه من القرى بتبقى احيانا بقى مش هينفع نقول احيانا الست هي اللي بتربي فبيقول لك مش مهم والراجل بيجيب فلوس فهو هي... انت قصدك عشان يتكلموا وما يبقى فيه لغه حوار مش خرز زوجي في فين الحياه؟ مم. هو ربنا يعني انا دايما سندي ربنا طبعا سبحانه وتعالى فلما معوز ان انا اقول حاجه اتسند عليها بقوه بلجا للقران تمام فربنا اقام الحياه الزوجيه على ايه يا جماعه جعلنا بينهم موده ورحمه مم. فأنا مش هنتكلم على مقومات الزواج ما هو ممكن يبقى طيب دور شوكولات. الاهل سالي هو ايه جاب لي الشوكولاته دي دور الاهل دي طفله دلوقتي من, الداتا من البيانات من القصه اللي اتقالت عن مقدمه كده عن البطله بتديكي معلومه انها ما عندهاش خبره في اي حاجه في الدنيا. ما راحتش في حته ما عندهاش اصحاب طب عارف عرفت تكلم واحد عيلتها ثانيه واحده ما بتشوفش عيلتها يعني مثلا ما ذكرتش انه بنت خالتي قريبه مني ما ذكرتش اختي او ما ذكرتش اي حاجه دي حاجات مهمه يا اه طبعا دي حاجات مهمه جدا لانه الحاجات دي هي اللي بتعمل بتخلي الحياه تمشي بمعنى أنا لو عندي اخت قريبه مني لو عندي صديقه او جاره قريبه مني لو عندي خاله من سني لو عندي عمه من سني فالناس دي بتيجي تزورنا مره في الاسبوع واحنا بنزورهم مره في الاسبوع فبيكون في حياه لان فين؟ الناس اللي بتعيش في القرى ما عندهمش الفسح بتاعتنا قصدك يكون ما عندهمش فين فيه في ان احنا يبقى في تبادل اللي في مصر قصدك تبادل ثقافات او نتكلم في حاجه او يبقى ن... عندها حد تتكلم معاه تبادل الثقافات عشان كده قالت انا مش عايزه ادوش اهلي بمشاكلي بالظبط آه. فهي واحدة ما عندهاش أي خبرة في أي حاجة في الحياة قالوا لها ابن عمتك الراجل كذب من أول يوم يعني أنت كبير والبعيد كذاب <applause> إيه الصفات دي؟ كله عمل كومبو ها إيه الصفات دي؟ صح؟ دي صفات يتبني عليها حياة زوجية محترمة؟ مستحيل طبعاً لا أكلمك بقى هنا عن حاجة مهمة جدا عن مم. سيكولوجية المرأة النوع الم... مش المرأة بشكل عام المرأة اللي من النوع ده البنات في السن ده اللي بتخليها وافقت وسامحته على كدب وفرحت بقلبة الشوكولاتة الأحكام المسبقة بقى حبيبة قلبها قلب أمها والحقيقة حبيبة قلبي أنا يعني متعاطفة معاها جدا هي عشان جداً تبقى عروسة ونفرح بيها إن هي كل كل حلمها إنه اللي جاب لها الشوكولاتة ده هيتكلم معاها وهيخرجها وهيدلعها وهيوريها الدنيا بقى اللي هي ما شافتهاش بس هي بتحبه والروايات والأفلام والمسلسلات الرومانسية خلتها يبقى عندها توقع فوافقت هي بتحبه يا أما ما هي حبته من ايه يعني ايه حب بالنسبه لها وهي مقفول عليها هي ما تعرفش يعني ايه اي حاجه في الحياه Thank you. اصلا انا بقى عايز اعرف هي بالنسبه لها يعني هي حبته من علبه شوكولاته جابها لها بس انا دي اللي رافعه عندها إنها دي كانت اخر اخر حاجه ايجابيه يعملها في حياته بس لانه هو كمان بقى ضد الدين ليه يعني اين ما هو جبت لك الايه وجعلنا بينكم موده ورحمه موده ورحمه بيتكلم حد تاني؟ تشوف رحمه واحدة. مني او ادها ونبقى في موده ثانيه واحده أنا دلوقتي يعني انا بتكلم على الجوازه من الاول فين بقى الموده في الر... والرحمه اللي بينهم مم. اللي منحها انها تروح لاهلها طب انت حابسها ليه ما هو قال لها ي... بعد شويه كده هي بعد شويه كده هي حبيبتي عشان بريئه وهبله افتكرت ان هو قصده بعد شويه وفعلا هي بتتكلم منتهى البراءه اه انه بالليل لانه هي ما جاش في دماغها انه يمنحها عن امها المريضه مم. فاهمة ازاي يعني توقعاتها جاية من ايه من خبراتها وتوقعاتها في بعد يعني بتحبه أنا انا بس عندي اعتراض هو كانوا بيزوروا بعض في الكورونا عادي يعني انا لازم اروح لمامته ومامته توفت من الكورونا فانا اروح ازورها بقى في الكورونا. بقى الكورونا عايزين دكتور من الصحة يكلمنا يشوف القصة دي فيها لا لا إيه؟ انه حتى مش دي انه حتى دي احنا ما بنفكرش فيها متخيلة احنا على سجيتنا ازاي خالص في كل حاجة مفيش فانت قيسي إيه بقى بدي بقى دكتور تقافة. امل على الحياة كلها مفيش ثقافة فهي كل توقعاتها واحلامها اتهدت فعمتها دي المفروض ان هي حماتها فعم... فحماتها دي, دي سخنته عليها لما آه، ليه يعني ليه الح... ليه كده في كل الاحوال خلينا نقول ان الموضوع كله مبني على باطل فهو باطل جوازه بنيت على اساس في وجهه نظري حرام شرعا أنه اهلها كانوا يعملوا فيها كده بنسترها يا أمن. منها ب 20 سنه وياخدها يعني؟ في حته تانية بعيده يحبسها في البيت قاعده في بيتها ويعملها عادة. وحش ليه ليه او بيعملها وحش عشان هي وحش عشان هي غلطان لا هي هي غلطت بعد قد إيدي بعد ما خلفت وبعد كده بعدين ثانيه واحده الغلط مساله نسبيه جدا الغلط <تصفيق> مساله <تصفيق> نسبيه جدا إحنا هنا, احنا هنا عندنا في مصر احنا هنا عندنا في مصر في مدارس مشتركه وفي ولاد وبنات اصحاب واخوات متربيين مع بعض هم. وفي حاجه اسمها صداقه واحده في لحظه الأخوها. ياس محبوسه لانه هي خ... هي قالت انا من الاول ما رضيتش اشتكي لاهلي علشان عندها اسباب ما قالتش الاسباب ولكن قلت عشان ما اقلقهمش فتحترم انا انا مش حاسه ان وبعدين متقلقهم. انا عايزه اقول لك على حاجه ثانيه برضو حاجه محترم. مهمه قوي البنت دي لو وحشه مش تبعت القصه بتاعتها لا طبعا أكيد. البنت دي ضحيه افكار وعادات وتقاليد الرجاله ما بتفكرش وثقافات. النوع ده من, ال... من يعني الغلطات يعني احنا احنا ك... كاستشاريين نفسيين وكدور البلد وتكريم المراه وان انا واحده النهارده بكلمك برده من منطلق ان انا امينه المراه في احد الاحزاب عن منطقه دي حاجه جديده انا بقالي فيها حلوه جدا يا شوية. طبعا فانا بجد احنا كمان سياده الرئيس اللي حصل في عهده للمراه ما طبعا. حصلش في عهد اي حد في الدنيا فما يصحش يعني ما يصحش انه لسه في بنات تتضرب وتتهان وتتحبس وت... و... و... وتتمنع من بيب. زيارة أمها الراجل ما ولحد كده هي, هي, ما, كانتش أيوة هي كدا ما كانتش غلطت في حاجة أيوه الراجل لحد كده ما كانتش غلطت في حاجة هي تكلم واحد في التليفون؟ هي بعد كده بقى شط... هي قالت لك بين قوسين شيطاني يوزني لا هي في لحظة يأس مش عارفة تلجأ في اليمين غلطت هي ستة اعترفت البنت اعترفت إنها غلطت قلتي تتطلق ليه بقى عشان يحنن قلب عشان يحس بغيابها؟ أنا قلت تتطلق لأنه النوع ده من الرجالة والاتيتيود بتاعه كده من الاول باين ما اقراش يعني ايه احتوي مراتي ما اقراش يعني ايه ان انا اعاقبها على الغلط وافهمها واحتويها عشان ما تغلطش تاني بالبلدي ما اقراش يعني ايه الطلاق ما اقراش يعني ايه يا سالي ان انت تقهر انوثه واحده ست وتهجرها بالشهور لا كلام ولا تليفون م. ولا حنيه م. ولا احتواء أنا يعني أمال أنا متجوزاك ليه الطلاق يربيه ده اللي أنتِ قصدكِ عليه؟ أنا عايزة بالبلدي كده، أه عايزة أفهمها إيه؟ بالعربي فاهمة اللي هو بالبساطة كده الطلاق ها؟ هيوضح بعد فترة بعد فترة إيه بقى؟ إن كان هو هيراجع نفسه ولما هيرجع مش هيذلها ومش هيضربها وهيعرف قيمتها ولما تتطلق هتكون هي في مركز قوة هو بقى اللي هيجي يقول سامحيني ونطي صفحه جديده وبعدين اخوها بقى ده يظهر ويبان عليك الامان ويحط الشروط اللي يحمي بيها اخته يعني انت عايزه تعلميه بالطريقه الصعبه بالطريقه اللي هو يفهمها في واحد محترم يقول ده مش ابني. في واحد محترم مخلف منها بنت يطرد يطرد مراته وحماته من العزاء قدام الناس عشان ايه ده هو ما عندوش الف بالتربية تربيه وعادات والتقاليد والاصول اللي هو بيتكلم فيها مش موجوده عنده بس تعالي ده عليك عدوك عليك. لو جالك تشيله فوق راسك تعالي اقول غلط عليك تعالي اقول لك على حاجه انت متحمله جدا انا معاكي أنا جدا متحمله مع جدا لسبب ان انا بصي الموده والرحمه والاحترام حين ينعدموا ما هو رح عدم لها. الحياة. امل لما ضربها راح لها وهي ما رضيتش قالت لك الضرب لسه معلم على جسمي في راجل ما يعرفش ثقافه الاعتذار مره واثنين وثلاثه هو ما فيش مرة اصلا لا بس هو راح ما بتقولك راح البيت وانا كان لسه الضربه معلم في جسمي ما رضيتش اروح معاه وامه كانت عيانه انت فاكره لما هي راح لها اول مره عشان تقول لا انا جاي عشان ابان ومش جاي عشان اصالحك مم. فهي يعني مش يعني هي دمه هي هي اله ولا دمه لحم واعصاب ترضي على نفسك او على بنتك او على اختك لا. او على بنت اخوكي او على قد حي حد يخصك لا. 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 انه لا يضرب لا. لا. مش على يضرب ولا ان انت تيجي تقولي انت نشوف عشان تشوف البنت جاي عشان تشوفها بره قال بمعروف او تسريحهم بإحسان <applause> ايوه انا لو اتقال بتشوفي البنت لا شوفها بره حركة حضرتك ممكن تقعد في الجنينه نجيبها تشوفها بره ربنا قال ايه؟ امساك بمعروف او تسريحهم باحسان اي انا عشان كده بقولك لما قبل ما بقول اي كلمه برجعها للدين علشان حتى لا نختلف في صفصطه بس هو برضه عد... عدها لها وراح لها البيت لا له هو ما عدها لهاش هو حبسها هو كان عشان ثانيه واحده هو هو ما عداش ومش هيعدي خالص عشان كده اول مره في حياتي المهنيه 20 سنه في الميديا 20 سنه في الشغلانه تقريبا دي اول مره اقول طلاق مع وجود مع وجود اولاد طب ما هيجري يقول خانتني هي ما خانتوش هي كلمت واحد تاني هي كلمت حد ما تعرفوش تفضفض معاه احنا مش متفقين ان المسج خيانه بص يا سالي ده احنا متفقين في حلقات كتير قوي ثانيه واحده يا سالي الخيانه انواع اه الفك لو الفكره من اصلها انها قالت انا اعجبت بحد واتكلمت معاه وخلوه سامحني دي كانت تبقى قصه تانية خالص. دي المسق معلش خليكي محدده عشان دي كلمه انا اللي حاسبني ربنا. ايوه وليه اللي قدامك هيفهم كده؟ انا بقولك كده ايوه انا انت كلمتيه انا معرفش وانا هجيب نيتك منين؟ هي قالت انا قاعده في لحظه يأس وغضب شديد ما تكلمي واحدة حد، تح... ما تعرفش حد. فكنت ما جبتي ده من على الأكيد ده من على رقم غلط. فكنت بكلمه عمري ما شفته ولا شافني وكنت محتاجة أخد رأي حد يقول لي أعمل إيه مع جوزي المضطرب نفسيًا ده. مش عارفة أنا بقول إن جوزها ده مضطرب نفسيًا. مم. لأنه فيش راجل سوي يسيب مراته ويهجرها مم. بالشكل ده. فيش واحد يتعامل بمنتهى القسوة. وكل حاجه لا ويحبسها في البيت طب هي عايشه ليه هي عليها زله يا ابني بتحبه يا ام ايوه بتحبه أنا مش شافتش غيره واكيد خافت تقول لاخوها عشان اخوها كان يا هيشمت يا خالة الطلب بصي يا يضربها ان دلوقتي انا بحلل القصه <applause> ما لي انا ما بحطش احتمالات بره الموضوع انا جاتلي معلومات في قصه حقيقيه وانا بحللها عشان اطراف القصه دي لما يسمعونا يا رب يستفيدوا بس عايزه اقول لك انه البلد كلها تبقى ضدك هناك عندهم هتقول لا تبقى ضدي على اي كلمت اساس انا النهارده لو دي بنتي وكلمت واحد يا ستي كلمت واحد انا بقى ابوها اخدها حسبها الجوازه دي مش هتنفع تكمل ما هو اهلها طلبوا الطلاق فعلا يعني اهلها اوريدي قالوا تتطلق بس هي قالت له انا متمسكه بيك وبحبك فهو كمل معاها ونكمل عشان ينتقم هو مكمل عشان ينتقم اه وهيوريها ايام سودا الله وعلى فكره انا بقى خوفي في القصه دي عارفه على مين لا. على البنت الصغيره هتشوف ايام سودا مع مامتها اكيد هتطلع معقده مش هتطلع بايام وردي وهتشوف يعني. امها متهانه وهتشوف ابوها مش مش مظبوط والبنت دلوقتي صغيره فاحنا عايزين نلحق قبل ما تشوف مشاكل اكبر مم. لان لو الام دي اتضربت قدام البنت البنت دي ضيعوها ربنا يسامحهم هما الاثنين لان اللي هيقضوا عمرهم كله يصرفوا على علاجها النفسي ومش هيكفي طب وبعدين هو هيكمل معاها علاج يعني انا بقول لك الخطوه غير الاولانيه غير الخطوه الاولانيه انه آه. اخوها وباباها م. وعمها يقولوا يا جماعه ربنا قال في القران الكريم والشرع قال امساك بمعروف او تسريح باحسان فانت يا هتمسك عليها وهتعاملها بما يرضي الله وتبتدي معاها صفحه جديده بشروطنا يقعدوا قعده قوه يعني ايه بشروطنا يعني لازم تشوفها ايام في الاسبوع وتعاشرها بما يرضي الله وتديها حقوقها الزوجية اللي هي إيه بقى الكلمة الطيبة وتسلم إيديكي ومش تقعد تهنا وتقارن ما بين سلفتها وما بينها هو احنا مش انت مش بتتجوزش انت هنا وانت خدتها عيله صغيره وهي احسن منك وبتحبك وانت لا بتحبها ولا نيله اخر حاجه اختم بيها معاكي أنا يعني أنا أنا معجبة بكلامك جدا وأنت عارفة بس أنا لازم أبقى واخدة برضه السايد ده والسايد ده أنا مش باخد لأنه أنا بشوف كل أنا حاجة أنا بحلل أنت في قصة حقيقية إعلامية آه. فلازم تقولي كل الحاجات طبعا أنا هنا استشاري نفسي متخصص هتحاسب على علمي وعلى ديني وعلى كل طبعًا. كلمة بقولها الرأي بقى الثاني اللي هيجي يهاجم أمل محسن ويقول لك يعني أنتوا غلطانين وكمان بتبجحوا لا البنت مش غلطانة البنت كان عندها رد فعل رد فعل على سنين من الهجر والإهانة والضياع غلطت وقالت بين قوسين إش لحظة شيطان نقتلها لو كانت قالت مش طلقها. لحظة طلقها. شيطان لو كانت طلقها. قالت أنا ما يضربهاش لو كانت قالت مش لحظة شيطان ما يضربهاش وإنه أنا أعجبت بالشخص اللي أنا كنت, كنت هقول لها معاي. تستاهلي تدرجني في مدان عين تفرق نورتيني يا مولي انا انا بحلل الكلمه خدي بالك قلنا أوه. لو رساله وكانت قالت اعجبت بواحد وسامحوني يقولوا لي اعمل ايه كان بقى في كلام تاني خالص وكانت هتبقى الحلقه حاجه تانية خالص طبعا انا بحلل اللي انت قلتيه في المقدمه واللي انا قريته واللي ربنا هيسالني عليه يوم القيامه مش اي حد تاني لا خايفه من جوزها ولا خايفه من ابوها ولا اي حد في راي تاني برضو هيقول لك ماليش دعوه بالنوايا مهم ان الفعل حصل هو حبيبتي بيحاسب عن نوايا ربنا مش البشر انا ليا انك كلمتي واحد تاني وانا مش موجود مهما انا عملت فيك خلاص يبقى وانا طلعني. عمري طلقني. طلعني. <applause> أيوة. ما خونتك زي الفل عمليه نظيفه طلقني طلقني خلصنا موافقه ايوه هو كده يا يات موافق يا ما يرضي الله وتتعدل معايا عشان ما اكلمش حد تاني غيرك كده وش واو اه امم امال انت عايز تحبسني وتاخد تليفوني وتمنعي اروح لاهلي وتضربني قدام بنتي وما تجيش تشوف بنتك ومامتك تتحكم فيا وسلفتي تتحكم فيا وتسمح لواحده غيري تكوي هدومك وتهتم بيك وتعمل لك حاجتك وكمان جاي تحاسبني رفقا بالقوارير كفايه ان هو قال لها ان مرات اخويا احسن مني اه ده ما يستاهلش بفرها انا الكلمه دي ما يستاهلش ت... انا لو منها من لحظه اللي قال لها كده دي كانت لازم تروح تنده ابوها واخوها تعالوا شوفوا انا ده كده عشتي مع حرام انت بتبص لمرات اخوك ما اتهموها مش... اتهموها ان هي بتتكلم في شرف أقول مرات اخوك اخر جمله مفيده في فيز. علم النفس في ها. علم النفس والدراسات كلها اثبتت ان الانسان بيشوف من اللي جواه هو عشان هو مش مش مظبوط من جوه بيبص على ستات تانية ففاكر ان كل الناس خاينه زيه ما كنتش عايزه اقول كده بس انا لازم اقول برضو كلمه حق نورتيني يا مولي شكرا استنونا بعد الفاصل ما بين كلمه صح وكلمه غلط مسافه بتخلي الصح درجات والغلط برضو درجات عشان كده حتى في الدين في حاجه اسمها ذنب أو سيئة حاجة اسمها خطيئة أو كبيرة من الكبائر واللي ممكن يبقى غلط عند ناس ممكن يبقى مصيبة كبيرة عند ناس تانية لأنه الصح والغلط نسبي بتختلف حسب الثقافة أو العادات أو العرف والبيئة اللي تربينا فيها أنت بقى يا سلوى حسب عرف القرية أو المحافظة اللي أنت منها أو في بلدنا أو اللي تربينا عليه كلنا اصعب حاجات ممكن تتعمل بالنسبه لنا انت عملتيها لو كان قصدك ان انت تفضفضي ان هو مجرد فضفضه عاديه مع حد غريب مش حاجه اسمها كده عارفه ليه مفيش حاجه اسمها ان انا فضفض مع حد غريب بدل ما فضفض مع اهلي واوجع دماغهم بمشاكلي دول اهلك يا ريتك فضفضتي معاهم يا شيخه يعني لما تضيق بيك الدنيا او تحس ان انت محتاره او تحس انك موجوعه لازم هيكونوا اول ناس تعرف مشاكلك او يحاولوا يتدخلوا ويحلوا قررتي تتكلمي مع حد غريب عشان تبعديهم عن مشاكلك حصل ايه وقعتي في مشكله كبيره قوي وحشه قوي والناس الكبيره بقت محرجه بسببك ومكسوفين من تصرف بنتهم بهدلتي نفسك قصاد كل الناس بس عارفه الغلط الاكبر من كل ده كان ايه انه رغم شهادتك الجماعيه معرفتيش تفكري بعقلك كويس انا عجبني قوي اصله جابلي اختيارك من البدايه كان غلط استغربت من طريقه كلامك وانت بتحكي قد ايه انا حبيته بالسرعه دي حق. انا عجبتني قوي حب عيش عارفه ليه حب عيش واكيد انت بعتها في رساله زي ما هي حب عيش رغم انه حسب كلامك ما كنتيش تعرفيه وطول عمره هو كان عايش في محافظه تانية او في قريه تانية ما تعرفوش بعض طب ايه المغري في الجوازه واننا نتسرع ونتمسك بالجوازه بالشكل ده الغريبة ان والدك ووالدتك كانوا موافقين اخوك الكبير هو اللي ما كانش موافق كان اكتر واحد شايف الصوره صح واضح من شخصيتك انه لعند سيد الموقف ما تزعليش مني يعني انا دي جدا اول حد عنتي هو نفسك عنتي عقلك عنتي اخوك وبعدين عنتي جوزك ما كسرتي التليفون وهكلم وهعمل و... اللي حصل حصل انا مش بلومك والله وعارفه ان ما فيش حاجه هترجع اللي فات خلاص بس واحنا بنفكر مع بعض لازم اشاورلك كده على كام غلطه اقولك يمكن انا شايفه من بره حاجات انتي مش شايفاها او اقولك على عيوب عشان انتي تخلي بالك بعد كده او يكون دي حاجه من الحاجات اللي وصلتنا لكل ده لازم تلحقي نفسك بقى من الاول خلاص اللي حصل حصل انا مش لك غير حاجه واحده هنعمل ايه الوضع صعب جدا معقد جدا بدا يمد ايده فاللي بيمد ايده مره هيمدها هي مليون مره هنعمل ايه هنقعد مع حد كبير او حد محترم في البلد حد هو بيمشي بكلامه آه يعمل قاعده نقعد نتكلم كلنا نقول واحد اتنين تلاته اربعه واللي حصل حصل اكيد هو زعلان جدا انه وقت ما هو جالك انت اللي رفضتي هو مش هيفكر في وجع حد قد ما هو موجوع وجعتي في رجولته لو انت عايزه الحقيقه فهو مش هيفكر في وجعك اصلا الضربه كان لسه معلم في جسمي ووالدته توفت وانت ما كنتيش موجوده جنبه دي حاجة كبيره قوي يا يرجع ويسامح ونكمل بما يرضي الله بدل ما هو عمال يلوش كده ومش قادر ان هو يسامح ولا ينسى يا خلاص نتفارق بالمعروف وبرضو قاعدة عرف بدل ما نروح المحاكم لان احنا بينا بنت فحرام البهدله دي وناخد حقوقنا بالادب وبالطريقه ويفضل بينا الود ومن بعيد لبعيد وما تزعليش دماغك وصلتك لكده وكويس انك لحقتي نفسك وجدعة ومش مجبرة انك تدافعي عن نفسك وتقولي انا بعت لكم القصة وانا مش مجبرة اني اكذب واقول ان حصل بيني وبينه حاجة او 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 بس مفيش دخان من غير نار لما كلمناه اتقلنا ببنت مش بنتنا وبنت مش مني فهتفكري بعد كده الف مرة قبل ما تعملي اي حاجه او تاذي نفسك واللي حصل حصل وبشكركم جدا واستنكوا في قصه جديده بس تكون قصه حقيقيه باي باي